ولما خاض أقوام في أسماء الله مقررين أمورا تخص، وغالب هذا الخوض أول ما بدأت هذه الفتن في عهد المأمون أيها الفضلاء، ما هي أسبابها؟ أسبابها الوقوع على كتب الأقوام السالفين، بدأ ما يسمى بعصر الترجمة، فأتي بكتب اليونان والإغريق والهنود وترجمت. ومن نافلة القول أن لما فتحت قبرص فأراد المسلمون أن يأخذوا مكتبات النصارى، فضج القسس والرهبان جميعا ألا نفرط في إرثنا، فقام أحدهم وكان خبيثا عياذا بالله قال دعوهم، فما دخلت على قوم كتبنا هذه إلا أفسدتهم، وصدق هو كذوب، خذوها. وهذا الذي حدث بالفعل، فلما دخلوا في كلام أرسطو طاليس وكلام إقليدس وكلام أفلاطون إلى غير ذلك بدأت هذه الفتن التي تحدث، والكلام عن خلق القرآن وعن نفي الأسماء والصفات وأن الله كان جسما أو عرضا أو جوهرا إلى غير ذلك من مثل هذه الأمور. ولذلك تجدون أيها الفضلاء الكرام من يتأمل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما تجدون أبدا أن صحابيا سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن الله جسم أم عرض أم كذا، بل النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله عز وجل يمسك السماوات بيده ويقبض والأراضين، ما قالوا له كيف يده فيها صوابع، ما تعالى الله عما يقولون الظالمون علوا، ما أبدا سألوا في مثل هذا. ليه؟ لأنهم كانوا عربا أقحاح، يفهمون اللغة ويعرفون سبر غورها. لكن لما بدأت العجمة وبدأ الخلط والغلط زاد الغلط، فلما كان الخلط زاد الغلط ودخل الناس في هذه الفتن الكبيرة، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك دائما يقول الشيخ محمد المختار جئت لأقرأ المنطق على أبي فزجرني وطردني، كتاب المنطق، قال زجرني وطردني. لذلك ما تقعد تقول يا أخي احنا عندنا عقل يا أخي واحنا نعرف نفكر ونقرأ وما الذي يمنعنا، نقول أخي المبارك لو أنت عندك عقل وتعرف تفكر ولا يأتي منك الخطأ فلماذا أنزل الله إيش الكتب وأرسل الرسل، ما كان سبك على نفس إيش تفكيرك، ما هي الغاية من نزول الكتب وإرسال الرسل لكي تصوب هذا العقل الجامع، النفس تتمنى وتشتهي والعقل يكبحها أو يجمحها أو يتركها، والوحي ينيرهما، الوحي ينير هذه النفس المظلمة بالشهبهات والشهوات وينير هذا العقل المظلم بالشبهات والشهوات، وهذه هي وظيفة المرسلين والكتب التي نزلت، افعل ولا تفعل. أما لو كان عقلك يحكم أو غير ذلك ما كان الله أنزل كتابا ولا أرسل رسولا، لتركك إلى عقلك هذا الذي هو يحكم. نعم. لما خاض أقوام في أسماء الله مقررين أمورا تختص بأسماء الله دون أن يكون لهم عليها مستند من الكتاب والسنة. نعم. أتوا بالغرائب. وغالب كلام هؤلاء الناس ما كان مستندهم هو الرجوع لكلام هؤلاء السفسطائيين وهؤلاء الزنادقة من الأقوام السابقين. ولذلك كان الكتاب الماتع الشيخ الإسلام ابن تيمية درء تعارض العقل والنقل، وأيضا الرد على المنطقيين إلى غير ذلك من هذه الكتب الماتعة التي ينبغي لطالب العلم المتقدم أن يقرأ فيها بعد أن يوصل نفسه بقراءة الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة وكشف الشبهات وكتاب التوحيد والواسطية والتدمرية والحموية والطحاوية، بعد أن يوصل نفسه في العقائد هذه يبدأ بعد ذلك أنه يقرأ في الكتب المطولات. نعم.